ايوه قول لحسن، حسن يبقى اخو مروان اللي شافك وانت بتاخدي روح ابوه، يعني عاوز يخلص منك ويغركيش انه سايبك كده. عمتي كريمة، كريمة مش عمتك، ولو في مصلحة ليها ولا لبناتها هتبيعك. تفضل. جايبالك خبر ايه؟ يجنن. خير؟ شهد. شهد عبد الله؟ ايوه، طلعت متجوزه محرم، يعني انتي وجبريه وشهد بقيتوا ضرايب. ايه؟ ايوه. مين اللي قالك الكلام ده؟ اكيد طبعا صوفا. على فين؟ على البلد، رايحه بيت جوزي، انا غلطانه اني سبته من الاول. طيب يا شهد. اشربي بقى. والله هو ده اللي حصل، وهو ده اللي جالته سينا، وانا مش عايزه حاجه، انا عايزه ولدي وبس. ما تخافيش يا مفيده، ولدك هيرجع لك وتاخديه في حضنك، انا حاسس بيكي. ايوه انت هتحس باللي انا فيه، انت ولدك راح منك قبل كده وقلبك اتوجع عليه. عبد الحكيم، عبد الحكيم، عبد الحكيم، عبد الحكيم، عبد الحكيم، عبد الحكيم. هات هاتوا يا حسن. ألف نهار أبيض يا حبيبي، كان لازم زرغوطة، بس هنعمل إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حبيبي 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 حبيبي. هات يا ست جبرية. خد يا بنت، امسك الورد. بقى دايق، شكل واحدة عارفة مكان ولادها فين. كريمة الضلالية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والد أخوك رجع يا مروان. مبروك يا حسن. هات الواد يا حسن، هات الواد يا حسن، حرام عليك. اطلعي برا. حرام عليك يا حسن. ليه كده يا حسن؟ مش عايز حد يسألني عن حاجة ولا يقول لي بتعمل ايه. الواد دمه ماتت. لا يا حسن لا، انا مش هسيب ولدي وانا لسه عايشة. لا، ولا عايز ترميه في حضن كريمة وريتال اللي حرقوا قلبي عليه. لا يا حسن، انا مش هسيب ولدي يا حسن. لا، شيل قدامي يا قسما بالله، لأكون واخد روحك. مفيدة، روحي دلوقتي يا بت. امشي من قدامي. احضنوا دقيقة يا ست جبرية. حسن اديها الواد، اديها الواد. يلا مفيدة امشي.